سنابل خير تجمع. الحمد لله رب العالمين، فضل الله تعالى من الزيارات المدنية لجمعية سنابل خير. احنا متواجدين في دولة الهند لزيارة كل المشاريع، فضل الله تعالى نزور بير اخر اللي الحمد لله مشرفين على صيانة الابار كلياتها، مشرفين على زيارة قضية انفسنا ان شاء الله. يعني هذا البير اللي رايحين نزوره الان، هذا البير بيخدم 25 عائلة 30 عائلة. هذا هو البير. هذا البير وبير ذكر جاري عن شادي كعدان وعمر كعدان والعائلة حفظهم الله وأكرمهم من باكرة، فكان الله وإياهم من نار الجنة. هي صدقة جارية عن شادي كعدان وعمر كعدان والعائلة حفظهم الله. هذه الآبار الحمد لله بيتم صيانتها كل 6 شهور. نزور الآبار اللي إلها 2 و3 و4، هاي الآبار تخدم عمر طويل إن شاء الله رب العالمين. زي ما شايفين استخدموها للزرع للشرب للدواب لكل إشي، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وفي أرزاقهم إن شاء الله رب العالمين.